تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تنطلق غدا الخميس فعاليات مؤتمر الطب الباطني والسكري والسمنة الإيميدو في نسخته الرابعة، والذي تنظمه شركة إديوكيشن بلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومستشفى نور التخصصي بنظام الاتصال المرئي عن بعد للمرة الأولى.